بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. ثلاث نعمات أفريقي، حاجة بسم الله ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. هش جوا كده يا استاذ محمد، خش والله. حاجة بسم الله ما شاء الله. هاي هاي، تعالوا خش عليه، تعال. ما بيعملوش حاجة بسم الله ما شاء الله. هم يا جماعة معرضين للبيع، هم خلاص على وش بيض ان شاء الله، صح يا معلم؟ عمرهم قدين؟ يتراوح من قدين كده يعني. بسم الله ما شاء الله، العمر يتراوح من سنة ونص، صح؟ العمر يتراوح من سنة ونص. طب الاسعار قد ايه يا استاذ محمد؟ الاسعار 30,000، يعني الحته ب 10,000. يجي موازين قد ايه؟ يجي موازين قد ايه؟ الموازين الحته 100 كيلو ان شاء الله. هي ام حاجه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. الذكر وانتيتين، صح؟ الذكر اللي ورا ولا لسه ما بنوش؟ لسه ما بنوش. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادينا رقم يا باشا. 010 010 305 305 65 305 605. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، اخباركم عاملين ايه؟ ان شاء الله احنا معانا اليوم عرض، يعني عرض غير اي عرض في الدنيا كلها. جيدو بيور بسم الله ما شاء الله، حامي حاجه ما شاء الله عليه، يعني من الطراز الدرجه الاولى. جيل كام ده يا استاذ محمد؟ دي جيل تاني بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. دي جيل تاني يا جماعة، ومع برضك خمس ست معيز بلدي معشرين منه. يعني المعيز دي معشرة منه وهتولد إن شاء الله. يعني إحنا هنخش نمسك المعيز دي وأفرجك الدنيا فيها إيه بالظبط، واحدة واحدة، وإن شاء الله الأسعار في متناول إيه الجميع. بسم الله توكلنا على الله. كل المعيز هي درة، المعيز دي بلدي ودارين منه، يعني عشر أربعة ماشية في الخامس. خلاص حطينا على اولاد، والحمرة دي الاخرى حط على اولاد. حاجه بسم الله ما شاء الله. ومعانا برضك هنا بسم الله ما شاء الله، حاجه شغل حجازي برضك درجه اولى بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الحجازي ده درجه اولى برضه. شكل المعزة الكبير ده كده يا استاذ محمد. اللهم صل على النبي. امسك يا ريس، هات لي المعزة الكبيرة دي كده، وهنقول لكم على الأسعار برضك في ايه في آخر الفيديو. شوف لي المعزة ديت ظروفها ايه. المعزة ديت معشرة باشمهندس، فاضية كسرة ايه وظروفها ايه؟ ها؟ خش كده يا باشا كده. كسرة سنتين. حاجة بسم الله ما شاء الله. اتفرج على الخشانة برضو، سيبها كده بس، ما خليها محجوزة لوحدها كده، عشان بس نفرج الناس بس على السلالة الكويسة، السلالة الحر دي يا جماعة بيور، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. ده الحجازي لبيور. بسم الله ما شاء الله. افتح لي سنانة كده يا حاج سعيد. افتح لي اسنانها كده بسم الله ما شاء الله. سنتين من ايه؟ فين السنتين ده يا استاذ باشمهندس؟ دي سنتين؟ فين السنتين يا باشمهندس؟ احنا معانا برضك متابعين، ومعانا ناس يعني عايزين مصداقية. دي معها خنصر
يعني المعزه دي معها خنصر، ماهاش مش معها سنتين، معها خنصر ولا ايه؟ مش المصدقيه فوق كل شيء يا عم سعيد؟ ايه احسن حاجه لايه؟ المصداقيه في الكلام، عشان برضه كفر الواحد يلك من بعيد، هنقول له ايه بقى؟ المعزه دي معها خنصر يا جماعه. بس حاجه بسم الله ما شاء الله. طب والاسعار يا باشمهندس كده؟ الاسعار الحاجه زي دي كده مثلا، الحاجه زي دي كده مثلا، لو واحد ياخد كميه 3 ب 10 ولو كده الحته ب 10، يعني لو هتاخدهم مع بعض الحته ب 10000، المعيز الحجازي لو هتاخدهم مع بعض الحته ب 10000، هم حوالي 8 حتات. حاجه بسم الله ما شاء الله برضو. هتاخد مثلا هتنجلك مثلا اتنين صغيرين ولا حاجه برضو، كل الاسعار الصغيره هتبقى مثلا مش زي الكبيره، عمرها ما هتبقى ب 10 برضو، يعني دي مش هتبقى ب 10 ولا دي هتبقى ب 10، ده شيء اكيد. انما لو هتاخدهم كلهم في بعض الحته ب 10، احنا بنسمع 15000 و 12000 و 13000 في المعز دي. وهنا برضك معانا جيب بورو، اللهم صل على النبي. والبور دي تبعهم برضك؟ حاجه بسم الله ما شاء الله. حتى البور ده جيل كام يا محمد؟ اسم محمد البور ده جيل ستت، حاجه ما شاء الله. حفره فيه مشكله رفعه، يعني هو اللي مغيره الوقت يحفره فيه مشكله، يعني لما يخف هنبيعه، حاجه ما شاء الله بيعرض. طب انما الكبير ده اسمه محمد، الكبير ده بكام؟ الكبير ده عامل 7000. الكبير ده عامل 7000، حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه برضك من الموانع وحاجه الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المعز دي كلها معشرة من المعلم ده صح؟ يا طب المعزة الرخد دي كانت بكام يا باشمهندس؟ ها؟ بكام؟ بكام المعزة اللي من دي؟ اللي هتولد؟ المعزه من ده يا جماعه ب 2000 جنيه، المعزه اللي هتولد ب 2000 جنيه، والله اسعار كويسه خالص، بسم الله ما شاء الله، والجيل ده ب 7000 ببلاش، حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، المعزه ب 2000 جنيه. طب قول الرقم كده يا باشا، حماد قول رقمك كده، او رقم الباشمهندس. 010 010 305 ستة خمسة 305. ماشي طب يلا بسم الله ما شاء الله. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا باشا.